لبحث أسباب تراجع مستوى ونتائج الفريق والخسارة من النادي الأهلي والتعادل من إنبي. وفي الوقت ده مهم جدا، ما الراجل ده لازم يجي نقعد معاه. يعني ايه اعمل بروف؟ ايه بقى انت نظامك ايه؟ ما انت في حاجات غلط كتير بتحصل، مشقلب اللعيبه ومشقلب التشكيل وبتلعب تشكيل غريب وبتحط مراكز في ايه؟ ايه اللي حصل؟ فالناس عايزه تفهم ايه اللي حصل، انت بتفكر في ايه؟ ما عندكش غير راس حربه واحد بتطلعه، بتجيب احمد سيد زيزو بتلعبه مش في مركزه، بتجيب عمر جابر بتلعبه باك ليفت، يعني محدش فاهم حاجه. عندكش غير مهاجم واحد. وهل المفروض ان نادي كبير زي نادي الزمالك يكون عنده مهاجم واحد بس؟ مهاجم واحد فقط؟ موضوع صعب جدا. يعني عندك النادي الاهلي محمد شريف، شادي حسين، حسام حسن، ده ثلاثة ممكن هتلاقيهم في ماتش واحد، واعتقد الثلاثة لعبوا في مباراة الداخلية. الثلاثة لعبوا، محمد شريف لعب، شادي حسين لعب، وحسام حسن لعب، والاهلي كسبان 4-1. يعني والاهلي كسبان، فتخيل ان انت وانت متعادل وانت خسران بتبقى محتاج ثلاثة فراودة ممكن يلعبوا، ينزلوا يلعبوا جنب بعض، مبقاش عندك فرد واحد وتقوم مطلع. طيب